إلى ملف آخر، وخطوة مهمة نحو تطوير أداء الاقتصاد والسياسات التنموية تمثلت في تأسيس صندوق سيادي على غرار عديد من التجارب العالمية الناجحة، والغرض هو تعظيم ثروات الدولة وإدارة الأصول غير المستغلة. هذا وتأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 بملكية كاملة للدولة واستقلال مالي وإداري، هدفه جذب وتشجيع الاستثمار في مصر وفرض نفسه كأداة تنمية مستقبلية فعالة. كما لعب الصندوق دورا كبيرا في تعظيم من القيمة المضافة للاقتصاد المصري. هذا وحل الصندوق في المرتبة 43 عالميا ضمن قائمة معهد صناديق الثروة السيادية، فيما تقدر قيمة أصول الصندوق بنحو 200 مليار جنيه، 13 مليار دولار. هذا وتسعى الدولة لزيادة رأس المال لتريليون جنيه، أي ما يعادل ب 63 مليار دولار. الصندوق الخاص بمصر السيادي يركز حاليا على الاستثمار في الخدمات الصحية واللوجستية والصناعات الدوائية، إلى جانب الاستثمار في الكهرباء والنقل والزراعة والبنى التحتية، وذلك من خلال الصناديق الفرعية التابعة للصندوق، وذلك ضمن خطته لمراجعة قائمة القطاعات ذات الأولوية والتي شرع في وضعها مع بداية جائحة كورونا في مارس الماضي. عبر الهاتف للمزيد من التفاصيل والتعليق بينضم إلينا الدكتور محمد الشاوتفي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الزقازيق. أهلا بك يا فندم. تحياتي لسيادتك يا فندم، أهلا بحضرتك. دكتور محمد، خليني في البداية أبدأ مع حضرتك بأهمية صندوق مصر السيادي، سواء كان في الداخل المصري أو الصناديق السيادية الموجودة في أي دولة أخرى. هو صندوق الثروة السيادية أو إدارة الثروة السيادية في الدولة المصرية، ده بيجي ضمن عدة صناديق موجودة، وأهمها الصندوق النرويجي، يعد أكبر صندوق على مستوى العالم. ده بيقوم على أساس إدارة واستغلال الأصول غير المستغلة في الدولة المصرية. الدولة المصرية كانت عبارة 60 سنة اللي فاتت كان عندها أصول كتيرة جدا موجودة. هذه الأصول منتشرة في كل أنحاء الدولة المصرية وكانت غير مستغلة، لكن لما جت الدولة المصرية عملت العاصمة الإدارية الجديدة وهناك تفرع، هيحصل تفريغ في بعض الأصول لها، رأت أنه لابد يكون هناك صندوق ثروة سيادية مصري. ده الصندوق ده الحقيقة هو أنشئ سنة 2018 بقرار رئيس الجمهورية 177 على أساس أنه هو برأس مال 200 مليار جنيه مصري، كتب منه 5 مليار، لكن هو مستهدف يكون أكثر من 3.5 تريليون جنيه، وإن شاء الله سيكون صندوق مصر السيادي من أكبر الصناديق في المنطقة. طيب دكتور محمد، يعني لو سمحت لي ان احنا نبسط الصوره للمشاهد، على سبيل المثال لو احنا عندنا قطعه ارض، او مثلا مجمع التحرير، طبعا ده مثال، هو قطعه الارض والمجمع مملوك للدوله المصريه، ولكن ممكن قطاع خاص او قطاع من اي دوله فقط يدير هذا المجمع او يستثمر في هذا المجمع. لهذه الاسباب هناك زي مجمع التحرير، زي كثير جدا من اصول مصر غير المستغله، بيبدا الدوله المصريه في هذه الحاله بتبدا اعاده تسجيل هذا العقار او هذا الاصل، سواء ارض، عقار، اصول، انتاج، صناعه، كل ده الدوله المصريه بتبدا تعيده تاني، تعيد تسجيله، وبعدين تعيد تسمينه وفق سعر السوق، ويضم الى هذا الصندوق باضافه القيمه بتاعته. بيعمل ايه هنا؟ هذا الصندوق ادته الدوله حق في انشاء صناديق فرعيه، عشان اذا كان في الكهرباء او في التعليم ممكن يدخل مشاركه، ممكن يصدر سندات، ممكن ياسس شركات، ممكن يستثمر في الاوراق الماليه، ممكن يدي تامينات، ممكن يحصل على قروض. معنى ذلك كده ايه؟ ان انا الدوله حولت هنا الاصول غير المستغله اللي كانت ارقام دفتريه بسيطه جدا، واعادت تسعيرها باسعار السوق الحاليه، بهذه الحاله عظمت من القيمه. هنا ثلاث اهداف الدوله حاولت تعملها. أول حاجة إن احنا نستغل هذه الأصول غير المستغلة، اثنين حماية حق الأجيال القادمة في أصولها، ثلاثة إن هذه الأموال لما تدخل الدولة بها شريك أو تفتح مشروعات أو تدخل مشاركة مع قطاعات أخرى أجنبية أو محلية، بتفتح فرص عمل أجنبية جديدة
وبتضيف طاقة إنتاجية جديدة. يعني بوجود مشاركة من الدولة دكتور محمد، يعني مش فقط الأرض خاصة بالدولة، ولكن كمان عملية الاستثمار أو الإدارة بتكون بمشاركة الدولة مع القطاع الخاص تحت إشراف صناديق الدولة الأساسية. الدولة طبعا كل ده ملك الدولة. الدولة هنا من واقع رشدها لإدارة اقتصادها وحتى استغلال كل الأصول اللي كانت غير موجودة وغير معروفة أكثر من مكان. وكانت مصر معروفة أن في أماكن كتيرة جدا عندهم أراضي وعندهم عقارات وغير ملك الدولة، كل ده الدولة جمعته في مكان واحد وقالت أن هذا الصندوق هو المسمى بتاعه اسمه صندوق إدارة الثروة السيادية للدولة المصرية واستغلالها. ده معناه إيه؟ معناه أن أنا بعظم من قيمة أصول الدولة غير المستغلة. اتنين، بضيف قيمة مضافة. ثلاثة، بعظم من قيمة الناتج المحلي، لأن هذه المشروعات غير المستغلة بتدخل وبتضخ إنتاج داخل الدولة، سواء هي بنفسها أو مشاركة مع قطاع خاص أو مشاركة مع قطاع أجنبي. كل ده بيعيد في النهاية على أساس قيمة الدولة، يعظم الناتج المحلي ويعظم القيمة المضافة، وفي نفس الوقت كمان بيوفر فرص عمل. نعم صحيح. بيفتح مشروعات. ده معناه ايه؟ معناه ان هو في هذه الحاله عشان ابدا تنميه مستدامه دي، لان خطه التنميه الاقتصاديه للدوله المصريه اللي هي قامت فيها في 2016 كانت خطه طموحه قايمه على اساس ان انا انتقل من الدوله المصريه من اقتصاد ريعي الى اقتصاد مخطط. نعم صحيح. اقتصاد قيمه مضافه، وبالتالي هناك الدوله كنا نعاني في السنوات السابقه من عدم استغلال اصول الدوله. نعم. فاذا في هذه الحاله في كل منطقه على ارض مصر يوجد ارض او عقار او مكان، هذا المكان غير مستغل. الدوله النهارده عدد ترتيبه، عدد تسجيله، عدد تسمينه. الدوله بتقول النهارده خلاص ماله 200 مليار. انا بطمن حضرتك وبقول ان هذا راس الصندوق السيادي سيكون خلال سنتين هيتجاوز 4 تريليون جنيه مصري. نعم. ليه؟ لان هناك اصول كبيره جدا في الدوله المصريه. موجودة في القاهرة، موجودة في 6 أكتوبر، موجودة في المدن القديمة، موجودة في الأقصر، موجودة في المحليات. كل هذه الأموال لو تم تجميعها مرة أخرى وتم تسجيلها وإعادة تقييمها سيصبح الصندوق السيادي الثروة السيادية المصرية من أكبر الصناديق. وفي هذه الحالة يمكن أن تدخل الدولة المصرية في هذه الحالة مع أي صندوق عالمي وتطلب أي قروض. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا يا فندم. أو تطلب أي مشروعات لبناء مشروعات جديدة. ليه؟ لأن مصر تمتلك من الأصول الكثيرة غير المستغلة، وكان مما يعيب الاقتصاد المصري هو عدم القدرة على استغلال الأصول بتاعته. نعم. الصندوق السيادي جاء ليعيد اكتشاف الأصول غير المستغلة. وصلت. وجاء ليعيد اكتشافها والعمل على استغلالها. نعم. وأن يدخل شريكا. طبعا أنا بشكرك على هذا التوضيح دكتور محمد وعلى كل هذه التفاصيل. الدكتور محمد الشواتفي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الزقازيق، شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه التوضيحات.